جرى تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم افتتاح التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018، والذي ينفذه سلاح الجو الملكي البحريني بمشاركة 9 دول شقيقة وصديقة، هي القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الإماراتية، كما تشارك القوات الجوية السلطانية العمانية والقوات الجوية الكويتية وسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية المصرية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الباكستانية بصفة مراقبين. فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى قاعدة عيسى الجوية، كان في الاستقبال اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني ومدير التمرين ورؤساء الوفود المشاركة في التمرين. ثم قدم قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة بهذه المناسبة، شكر من خلالها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على تفضله لرعايته لافتتاح هذا التمرين الذي يعد من أهم التمارين الجوية التي يعقدها سلاح الجو الملكي البحريني، كما أشار في كلمته إلى أن هذا التمرين يتميز بمرور 30 عاما على تنفيذه. بعد ذلك ألقى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين كلمة إذانا بافتتاح التمرين. سيدي، نتشرف اليوم برعاية معاليكم انطلاق التمرين الجوي الربط الأساسي 2018، والذي يتم تنفيذه مرة واحدة كل سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفني أن ألتقي بكم اليوم في هذه المناسبة العزيزة على جميع مرتبات قوة الدفاع، وأن أنقل لكم تحيات وتقدير سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى. القوات الجوية وأسلحة الجو في المنطقة خطت خطوات كبيرة في العمل العسكري الموحد أو المستقل، وأثبتت كفاءتها في عمليات في السابق وفي الوقت الحاضر. ونحن في قوة الدفاع نفتخر بما تم إنجازه من قبل سلاح الجو في العمليات الجوية، والأرقام موجودة أنتم كلكم مطلعين عليها، ما أبغي أكررها، في عدد الساعات ولله الحمد أو عدد الطلعات الجوية. وجميع ما أنجز لليوم هو يعتبر إنجاز كبير، يعني إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة الطيار والقائد والفني وفريق العمل الإداري اللي يسندهم. احنا اليوم نرحب فيكم في بلدكم البحرين، وبالاخص اخواننا القوات المشاركه ويانا في هذا المجال، نتمنى لهم التوفيق وطيب الاقامه عندنا. وبدون شك هذا التمرين، وحسب ما ذكر قائد سلاح الجو، هو يمكن رقم 30، ابتدينا 88، يعني من 30 سنه تقريبا ابتدينا دولتين. اليوم وصل العدد إلى أكبر، وتمنينا بعد أن يكون العدد أكبر من اللي شاركنا فيه اليوم، لكن إن شاء الله التمارين القادمة إن شاء الله بتكون بعد أفضل. وبدون شك مشاركة الإخوان تضيف لنا دائما قدرات كبيرة قد نستفيد منها إحنا إن شاء الله في المستقبل. فنتمنى لكم إن شاء الله تمرين جيد إن شاء الله. وبالمناسبة احنا ايضا عندنا تمرينين، تمرين بحري في تقريبا في نفس الوقت في على مستوى دول مجلس التعاون قائم في البحرين، وايضا تمرين للقوات البرية على مستوى قيادات قوات درع الجزيرة. فهذه التمارين كلها ولله الحمد ان شاء الله خطط لها في وقت جيد، وارجو من الله ان يعني الاخوان اللي مشاركين وال لمخططين ومدير التمرين لهم التوفيق والنجاح. وهي فرصة طيبة أن نلتقي وياكم اليوم، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير وياكم. مشكورين.
بعدها استمع صاحب المعالي القائد العام لقوات الدفاع البحرين إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة والطائرات المقاتلة المشاركة فيه ووسائل القيادة والسيطرة. حضر الافتتاح سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد من الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوات دفاع البحرين.